اوكي ده عريض قوي. تمام طيب دلوقتي اي مشكله في الدنيا لما بتحصل في بيوتنا نقعد نسال نفسنا سؤال، كانت غلطه مين؟ مين السبب في مش في الحب بقى، مين السبب في الضرب؟ كانت غلطتها ولا كانت غلطته؟ محدش عارف غلطته ولا غلطتها، يعني ما طبعا اكيد، ولا في حد تالت هو اللي دخل في النص خلى الدنيا تعك ووقع دي في ده وخلى ان هم عندهم مشكله بدل ما هم يبقوا مصالحين. شوفوا شوفوا يا عيني قاعد في النص منشكح ومبسوط وسعيد وهم ام وابوه يعني هيقطعوا بعض هيروحوا على محكمه الاسر. فاحنا هل هو المشكله بتاعتنا ان في عندنا هوست فاكتورز ولا عندنا فيريلنس فاكتورز ولا عندنا انفايرمنتال فاكتورز، حاجات خارجيه هي دي اللي عملت المشكله بتاعت الكارسينوجينيز. ده السلايد ده يعني طبعا السلايدات المعقده جدا اللي هي بتقول اننا ممكن يبقى عندي فاكتورز في الهوست زي مثلا الهوست جين بوليمورفيزم، زي مثلا الاميونو ريسبونس بتاع الهوست، زي في حاجات تانية بقى زي الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، زي الانكريز بروليفريشن، بحاجات اللي تانية زي البكتيريا الاوفر جروث واللو اسيديتي. كل دي فاكتورز ممكن تكون موجوده في الهوست تكون بتؤدي الى حدوث الكارسينوجينيسيس. بالاضافه طبعا انا عندي سبب رئيس وقوي جدا جدا اللي هو بالفيريالنس بتاعه اللي هي المحاضرة الكاملة اللي قالها لنا طبعا الدكتور أحمد مراد بالفك المفترس والهليكوبتر والراجل أبو الساعة 2 بالليل. بالإضافة إن أنا ممكن يبقى عندي عوامل أخرى خارجية زي مثلا يبقى عندي هيلمانثس، زي الناس اللي بيبقى عندها هاي سولت كونسبشن، زي السيجرت سموكينج والألكحول، وزي طبعا الأنتي أوكسيدنتس. كل الكلام ده بقى بيؤدي للسيكونس اللي احنا عارفينه بتاع نورمال ميوكوزا، تبقى بعد كده في سوبرفيشال جاسترايتس، بعد كده يبقى كرونيك، بعدين يبقى اتروفيك، بعدين يبقى ميتابليجيا ديسبليجيا، واخيرا يحصل الكانسر اللي احنا خايفين منه. طيب الجاستريك كارسينوما زي ما حضراتكم عارفين انه ما زال يعني بيتصدر المشهد كخامس اكتر كانسر بيتشخص، وطبعا one of the leading causes of deaths بيجي في المرتبة الثالثة، وفي بعض النيشنز اصلا بيبقى في المرتبة الثانية. طبعا رغم ان المفترض ان الانسدنس بتاع الجاستريك كانسر المفترض انه يعني يقل في الديكلاين، ولكن للأسف الشديد ربما ان الدياجنوزز بتاع الجاستريك كانسر والاويرنس بالدياجنوز بتاعه هو اللي مازال بيخلي ان الارقام بتاعتنا ما زالت مرتفعه. برضو كذلك ممكن يبقى في تشينجز في البوبوليشن سايز والانكريزنج ريسكس اللي بنشوفها طبعا في اليانجر جنريشن، بياكلوا ملح كتير وبيشربوا سجاير وبيعني كل الحاجات اللي هي ايه وجانك فود الحاجات كل الكلام ده. على فكره كمان حتى الاوبيستي كمان داخله في القصه. اذا انا عندي هذا الانتر ريلي ما بين هذه الفاكتورز اللي هي طبعا على راسهم طبعا اتش بايلوري 50% منهم هيبتدوا بقى ان هم يحصل بقى يخشوا في السيكونس بتاع الاكيوت انفكشن، بعدين يخشوا بقى الكرونيك انفكشن اللي 80% منه هيبقى نون اتروفيك، 15% هيبقوا انترال بريدومينانت ودول ممكن يؤدوا الى ديوجينال انسرز، و5% منهم اللي هم هيبقى يدوا للكوربس بريدومينانت، والكوربس بريدومينانت هم دول اللي بعد كده ممكن يمشوا في سكه الاتروفيك جاسترايتس، 10% منهم هيخشوا في جاستريك السر، 40% الديستاينال ميتابليزيا، 8% منهم ديسبليزيا، 2% منهم يخش بعد كده في قصه الجاستريك كانسر، بينما 90% هيفضلوا اسيمتوماتيك، وحالات قليله جدا 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 اقل من 1% هي اللي والباس تو المالت لينفوما. تمام طيب ايه بقى الايفكت بتاع الاتش بايلوري ايراديكيشن؟ طبعا لقوا كل الاستاديز قالت الكولكتيف داتا قالوا ان الاتش بايلوري ايراديكيشن هيقلل، دي هي ده في امريكا، وبعد كده ابديتد ميتا اناليسيس قالوا برضو نو سيجنيفيكنتلي هيرديوس، برضو ده في الفاميلي هيستوري برضو لقوا في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن برضو ببلشت ان هو قال لك ان الاتش بايلوري تريتمنت بيقلل الريسك، ودي كانت سنجل سنتر راندمايز دبل بلايند ترايل. ايه بقى اللي هيعمل جاستريك كانسر زي ما احنا قلنا خلاص احنا بنخلص المحاضره؟ اتش بايلوري يبقى الحل،
نيراديكيت الاتش بايلوري ونتاكد ان احنا عملنا ايراديكيشن الاتش بايلوري فود صح. مش احنا قلنا الاكل بيعمل يبقى لازم نشرب يعني ناخد بقى بلنتي اوف فلويدز وناخد فيجيتابلز وفريش فيجيتابلز وفروت ونقلل طبعا السولت اللي موجوده في الاكل. الكحول يبقى نوقف الكحول ما نعملش الكحول ما نشربش الكحول. سموكينج يبقى نستوب السموكينج. واخيرا ممكن عندنا الاوبيستي زي ما قلت حضرتك ان هو اصبح فاكتور دلوقتي فطبعا لازم نجارد اجينس الاوبيستي ونفايت الاوبيستي زي ما انتم شايفين انا الحمد لله خسيت اهو كويس عشان ما يجيليش جسر كانسر. وطبعا يبقى اخر حاجه خالص الجينيتك بريديسبوزيشن. فالجينيتك بريديسبوزيشن ده ممكن يوارنتي ان انا اعمل ايرلي سكريننج. ودايما دايما الكلمه اللي انا بنهي بيها اي محاضره ليا ان انا بقول ان اي اكسبرت في اي حاجه في الدنيا was in the start just a beginner. Thank you very much.